السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، معكم الأخ ديال محمد الريف. للأسف مرة أخرى عاوتاني كيحرجونا هما وكنتحرجوا حنا معاهم باش نخرجوا اضطراريا ندويو، ولكن فعلا من حقنا نخرجوا اضطراريا ندويو باش نتكلموا على كلمة الحق فقط. حنا ما غرضنا لا بشهرة لا بوز لا بتا شي حاجة، حنا من الناس اللي كنمشيو غير على جنب الحيط هذه مدة، ولكن كنعاود نقولها، هاد الخرجات اللي تيخرجوا بهم مرة أخرى وكم من مرة، ما مرة ما جوج ما ثلاثة ما أربعة بزاف. أنا غادي نحاول نوضح الناس بعض النقاط يكونوا إن شاء الله خفاف، ولا فعلا تكلمنا غادي نتكلموا بالقلب وبالكلام الصادق، نقوله ونعاودها، ما غاديش نحاولوا نتصنعوا على الناس ولا غنمثلوا على الناس ولا نديروا هادشي كامل. حنا فعلا من تنخرجوا كنخرجوا بالحقيقه وبالدليل، ما تنخرجوش بالكذوب، وهادشي اللي غنقولوا كله كونوا على يقين عندي لي بروف ديالو باش غادي ناس. انا ما غاديش نعمم على الناس كاملين وما غنقولش كاع الناس اللي تكلموا، ولكن بعض الناس اللي تكلموا بالسوء على الام ديالي كونوا على يقين انكم كنتوا عشتوا هذاك الشيء اللي عاشتوه هاد السيده، ما غاديش تكلموا بحال هكاك حيت عاشتوا في صمت وعشناه معاها حنا في صمت وراء الكواليس. وكيقول لك ما خفيك انا اعظم، نعاود نقولها ما خفيك انا اعظم حيت حنا اللي عشنا مع هاد الناس. ما غاديش ندخل معكم في التفاصيل ديال كيفاش تزواج وداك داك الموضوع، الناس راه الناس الشرفاء العقلاء واللي عندهم المبادئ والاخلاق كونوا على يقين انهم عرفوا الحقيقه، ما نحاولوش نبداو نكذبوا على راسنا ونخليو الناس حدا اخرين يكذبوا معانا. لا، الناس اللي عندهم المبادئ ما غاديش يدخلوا واحد السيده مناجر وتدخل مناجر وهي راه ضاربه الكحل والبيض، ضاربه الكحل والبيض مع الاخ ديالي هي امها ومتفقين وكلشي ومدوزين مسكينه الام ديالي اللي 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 جالسه مريحه مستقبلاهم شي ربعه ولا خمسه المرات وهي في دار غفلون، ازيد ما ازيد تقريبا نقول لكم اكثر من 4 سنين ولا اكثر من 4 سنين ونص وهي مسكينه في دار غفلون. كيفاش بغيتو تحس هاد الام، هاد الام اللي كبرات وضحات وعانات، وانا بعدا من النوع انا نهضر على راسي والاخوه ديالي كنفتخروا براسنا عندنا ديك الام، وهاد الكلمه اللي قلنا عندنا هاد الام، الناس اللي عاشوا معنا الوضع والناس اللي تيعرفونا في المدينه القديمه، انا كنوجه الرساله لهم، عارفين هاد الام شنو دوزات علينا وكيفاش تكبرنا، ما جيناش وكبرنا حنا كاملين، ولكن الحمد لله كبرنا في الحلال وفي الاحترام وفي الاخلاق والمبادئ، احب من احب وكره من كره. وكنقولها ونعاود نقولها، ما تنعممش على الناس كاملين، لكن الناس اللي تتكلموا بصدق انا هادشي اللي تيعجبني الحال فيهم، ما تنتكلمش على الناس اللي كيسبوا كيعايروا، هذيك تتبقى الام ديالي تاج فوق راسي، ومن حقي نخرج ونتكلم على الام ديالي اليوم وغدا تيبان داك الحق ديالها اللي صبرات عليه اكثر من 6 سنين. انا لخص الهضره مشات هادي، انا غادي نتكلم دابا الله يرحم الوالدين، غادي نحاول نتكلم لكم على هاد الخرجات الاخرين اللي كيخرج. هو فعلا خرج كيقول بانه مريض، سي محمد خويا تيقول انه مريض قدام امام الملا، حنا هادشي اللي تيدير فيه دابا لي الله بان لكم نتوما، حنا عشناه مع هادي مده، حنا عايشينه وعرفنا هادشي اللي تيدير كلشي عارفين، غير باش يوصلوا للناس بطريقه مفبركه ويكونوا هما مسيرين وكيفاش يدير وكيفاش يوصل داكشي اللي باغي يوصلوا للناس بالكذوب. لا، حنا الفرق اللي بيننا وبينك ان غادي نهضروا معاك بالحقيقه وبالدليل، وانت تتشوف فيا دابا ودويت معاك هادشي في الواتساب غير البارح فاش بلوكيتيني واضطروا باش يخلوك تبلوكيني حيت دويت معاك في الحق، عرفتي فاش دويت معاك، دويت معاك في لي بروف اللي كلشي عندي انا. المهم هاد الخرجه اللي خرج للاخرى وتيقول بانه هو مريض وعيان، هاد الاخوه اللي تيسبهم وتيعيرهم وهاد الام، فعلا مشينا معاك ملي كنتي مريض في الاول، راه كلشي في الارشيف،
كاع الفيديوهات اللي حطيتي الناس يرجعوا يشوفوهم. كنتي كتقول مريض، عندي تسمم، عندي توكال، شويه خرجتي كتقول ما عنديش، شويه عاوتاني كتقول عندي. حنا عشنا معاك هادشي، واخا مشينا للبوليس وجينا باش نعتقوك ونشوفوك، وداونا هما البوليس الدنيا هانيه في وجهك انت، مسحنا كلشي، ولكن باش تخرج تكذب على امك ما غنخليكش تخرج تكذب على امك وتكذب على خوتك. انا هذا الكلام اللي تنقولو كونوا على يقين الناس ان اي كلمه غنقولها عندي ليها البروف، ولا كان هو غيكذبني نحط انايا داكشي اللي بغاني نحطه هو راه عارفه عندي، عارفه عندي الحمد لله. واخا نكون كنتكلم معاكم انا بشويه بالعصبيه، ولكن الحرقه ديال الوالدين اللي تنشوفهم ضحاو معنا واحد المده باش كبرنا حنا، راه ما جيناش وتكلمنا بحال هكا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم من هاد الناس، وهذا منكر منكر، وخص انسان يغيره بالنسبه لهم هما. ما تنتكلمش على كل شيء، على هاد الناس تيكذبوا على الام وتيكذبوا علينا. خرجتي في الخرجه كتقول بانك مريض، مشينا حنا عاوناك، هاد الاخ اللي كتكلم وكتسب فيه كذبني، وهذيك الام حنا فاش حسينا بان داكشي اللي تدير فيه عند الاطباء راه ماشي ديال الطبيب، بغيتو ولا كرهتو، والناس تيفهموا هادشي راه عرفوني فين دويت. هاد السيد كان واكل تسمم في الاول، وكان عنده توكال فعلا، وحيدنا ليه حنا عبدو ربي والاخت ديالي والاخوه، فعلا حيدنا ليك التوكال واخا ما خلاوناش. حنا راه ديما كنا كنقولوا كاينين عراقيل عراقيل عراقيل. فطره جاك اتصال، علاش جاك داك اتصال؟ حنا غاديين جاك اتصال، حبسوا لينا كلشي في الطريق، من الزوجه ديالو جا اتصال من الزوجه ديالو باش ما نحيدوش لخونا حنا التوكال. داكشي علاش كيجريو معاك في الاطباء وتنقول لك راه ما عندك والو والدليل والبرهان، راه حتى من الوراق حتى الوراق اللي كانوا عندنا راه بقاو عندنا غير فوتوكوبي، حيت حنا ماشي من حقنا نعرفوا شنو عندك. راه كنعاود نقول لك حتى لا كارت ناسيونال ما تديرهاش في جيبك، ما تخلوكش ديرها في جيبك. يعني هنا شنو كيبين لينا؟ الشكوك. انا ما غنوجهش اتهام، ولكن تنقول لك الشكوك، ما غاديش نشك. راه من راسي وجبد واحد السيد بغيت نجري معاه ندير معاه الخير، واحد تيعكس ليا تيعكس ليا، حيت عارف الا وصل هو لذاك الشيء الا مشى تحل عينيه ربما غيبدا باللي حداه واللي من موراه، فهمتي؟ قلنا ماشي مشكل. النقطه اللي بغيت نتكلم فيها الاخرى هي ملي بديتي كدير هاد الخرجات هادو ديالك، هاد الخرجات اللي خرجتي كتقول بانك تيناعس في كنينيك، والام ديالك راه صرحات قبل ما تخرج من الكنينيك قالت لك راه ما عندك والو، لان واحد الفيلم مصطنع. انا نعاود نقولها ونكررها حيت هادشي عشناه معاك حنا مورا الكواليس. ملي كنتي كتبغي واحد الحاجه يا صحه يا لا، يا غادي ديروها ليا ولا غادي نخرج ندير لكم الشوا، وهادشي راه كتبتيه ليا في واتساب على البارح. انا جيك الوقت اللي دخلتي للكنينيك كلشي عارفك ما عندك والو، حتى شي حاجه عضويه ربما تقدر تكون شي حاجه والله اعلم، ولكن شي حاجه عضويه تدل بانك مريض راه ما كايناش، فهمتي؟ في ظرف 3 ايام تيتفاجئوا المغاربه كاملين انك انت خرجتي بواحد الفيديو تتغني، هو متقيم راه كله متق، راه كلشي في الارشيف، بكامل قواك الجسديه وبكامل داك الصوت اللي عطاك الله سبحانه وتعالى كتخرج وكتغني عادي جدا. يلاه كنتي كتقول انت كتموت، واش اللي كيموت كيخرج كيغني؟ واش اللي مريض كيجيب الصحافه للكنينيك؟ حنا عارفين الفيلم كيفاش وجدوهم ليك وكيفاش وجدوه ليك، انت راه فهمتيني فين دويت. راه اللي مريض ما تيجيب الصحافي تيداغي في المرض ديالو، هادشي تنعرف انا، ماشي كل ساعه انا مريض شويه خارج انا عيان، لا الكذوب. حنا تنقول لك هادشي كذوب. اما الخرجه الاخرانيه اللي خرجتي اخويا اسمح محمد، انت وجدتيها وعيطتي ليا، بقيتيش كتقدر تعيط ليا في ابيل عاديه؟ علاش؟ حيت عرفتيني كنوثق، كتعيط غير لخوتك مساكن الدريات اللي ما فاهمين مساكن والو، ولكن سبحان الله ربي وبرضات الوالدين نقولها ونعاود نقولها وافتخر بديك الام. انا الله سبحانه وتعالى هو اللي عطيني الجد، انت راه معاك جيوش انت عارفهم شكون هما اللي تيدخلوا يسبوني في الخاص، كيوجدوا مسرحيه تيقادو عاد كيلوحوها. انا عند حنا والام والاخوه ودوك الناس اللي قراب ليا عندنا الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يبين الحق، الحق راه غيبان. دعوه المظلوم مستجابه، وهذيك الام تظلمات والله سبحانه وتعالى غيعطيها حقها. كذب على الناس، افتريوا الكذوب وجدوا لك الكذبه، ولكن الله سبحانه وتعالى
كون فاياكم ما بغيتش ندخل معاك في هادشي. غير باش تخرج تقول مي وكتغوت انت، راه قبل ما تخرج اتصلتي بيا وقلتي لي غادي نشوهكم وسبيتو. وتا انا راه غنقول لك راه واحد بعد فتره، بعد فترات كتهضر معايا انت وبعد فترات ما كتهضرش معايا انت، لان انت راه خويا وتنعرف كيفاش كتكتب. منين نقول لك عندك التحكم في كل شيء نقولها وكنعاود نشهد بها ان كل شيء متحكم فيه، فهمتيني؟ كل شيء متحكمين فيه. ودويتي معايا وسبيتيني وعيرتيني وسبوني وعيروني، نقولها دابا راه سبوني وعيروني، وكل شيء عندي في الواتساب وكل شيء مسجل. خرجتي كتقول مي وجدتو المسرحية، والله الله اعلم انا ما بغيتش نقول مسرحية، ولكن هذا الفيلم وجدتي قبل ما تلوحو قلتيها ليا، قلتي لي والله تنشوهكم والحقيقة ديالكم غنوريوها للناس كاملة. كتبتي لي هادشي واتصلتي معايا في التليفون ما بغيتيش، حيت عرفتي الواتساب انا ما غاديش نقدر نسجلك. علاش؟ حيت عرفتي الواتساب ما تيسجلش، ولا بغيت ندخل معاك في هادشي راه غندخل معاك فيه، انا ما بغيتش. حيت انا عندي واحد رزقيت انا يمكن شهرين وانا كنتمحن على والو، وحنا ودوك الناس وفي الاخر خلينا رزقنا خلينا كلشي الدنيا هانيه. المهم هاد الخرجه اللي خرجتي انا عاود نزكيها للناس، اقسم بالله العلي العظيم الا كانت موجده ولا بغيتي نحط لي بروف نحطهم ليك. وتكلمت معاك الوقت اللي عرفتك خرجتي وداكشي، تنعيط ليك نعيط ليك نعيط ليك بالعشيه ما تتجاوبنيش. دخلتي الواتساب جاوبتيني، وفي ديك اللحظه جاني تليفون وقلت لك راه انت فين كاين، انا غنجي نوقف عليك دابا. كنتي في واحد الحفل ممكن خاص ممكن ما بغيتش نقول لك حيت ما وصلش عندك. منين جاني التليفون من عندهم قلت لك غنجي لعندك، الوقت اللي قلت لك غادي نجي عندك لان كانت الموسيقى خدامه وكل شيء عندي، عرفتيني غنجي عندك. سبقتي دابا خرجتي واحد الانترفيو كتقول بانك حتى عند واحد الصديقه بغيت نبدل الجو. خويا اسمع محمد الكذوب ما كينفعش، هذيك راه مي نقولها قدام الناس، ربما طولت عليكم سمحوا لي. هذيك الام راه ضربات علينا تماره بالحلال، ما خلات جميع الخدمات مسكينه خدمات فيهم باش يجازيوها بهذا الشيء. لا خويا تيكذب محمد تيكذب، كلشي متق. الا خرجتي وكذبتيني كون على يقين هادشي كله اللي تكلمت فيه غنحطو للناس وبزاف ديال الحقائق. اما الناس اللي تيتكلموا على الام ديالي، الام ديالي نتوما راه كتعرفوا شنو فين وصلتوها وكيفاش غتوصلها وكيفاش بغيتو تشوفوا هاد الام ملي تشوف واحد الولد ديالها لا حداك الشيء، كيفاش غتكلم كيفاش غتبان؟ الام ديالي هو راه عارفها كتمغادا بخنشه ديال الدواء، الام ديالي راه كتمغادا بخنشه ديال الدواء، هو عارفها مريضه بزاف ديال الحوايج. وزدتو كملتو عليها وكتقول امي، امي راه ما منعها منك حتى شي واحد، هذيك راه امك وامي وامت اي حد، ولكن راه عندها واحد الحق كتمارسو كيمارسو اي ام واي عائله، من حقها تمشي عند عائلتها، من حقها تمشي تشوف اللي بغات، فهمتي؟ ما منعك حتى شي واحد منها، ولكن باش تكذب على الناس لا. الام ديالك ماشي يلاه ما شتيهاش، راه شهر يلاه شهر باش شتيها، دابا يلاه شهر باش شتيها. ومني كنتي كتغبر واحد العامين ما تتشوفش امك، ومني كتسمع عيانه كاع وتجي من برا انت وياهم تسمع امك عيانه وما كتجيش تطلع عليها كترجع، هذيك الساعه الام شنو قدام الناس؟ هاد الشهر هاد الشهر بالذات اللي تتنوض فيه المشاكل وكل ساعه خارج، ها الام ديالك انت عارفها كنتي كتخليها بسنوات، سنه سنه ونص سنتين فهمتي، وني با الدنيا هانيه. ولكن علاش بالذات عندك واحد الهدف وهما عندهم واحد الهدف حنا عارفينه، هذاك الهدف ديالكم حنا عارفينه متاكدين منه فهمتي، ولكن باش تقول حنا حابسين عليك امك وتسبنا وتعيرنا لا ما تكذبش علينا خويا ما تكذبش، راه كلشي كلشي كاين. انا تنهضر دابا غير على اللي عندي انا ابار اللي عند خوتك، ولكن باش تفاريو الكذوب على الناس لا، نعاود نقولها ونعاود نقولها وغادي نختم الناس، لان حاولت نوضح بعض الحوايج ربما الوقت ما غيقدنيش، ولكن غادي نزيد نقول للناس الله يجازيكم بالخير، عمركم ما تحكموا على الكتاب من الغلاف ديالو، حاولوا تحلوه شكلوه فهموه قراوه عاد عطيو اللي بغيتو، لانكم حكمتوا على طرف قدام الملاء، هذاك الطرف كيخرج بالسوشيال ميديا وكيخرج في الاعلام وكيبين واحد الصوره هو ودوك اللي معاه واللي مساندينو كيف بغاو، ولكن الطرف الثاني كونوا على يقين انه مألم بزاف
وبزاف. انا راه تنتكلم متعصب شويه في هذه اللحظه، ولكن تنشوف غير الكذوب اللي كيتنشر. هاد الام غادي نعاود نقولها ونقولها، هاد الام تاج فوق راسي الحمد لله، لان عرفت الام ديالي كيفاش كبراتنا كاملين. والناس اللي تيشوفوا الام ديالي في المدينه القديمه ملي كنا عايشين فيها اشنو كانت دايره علينا، ماشي غير علينا، الام دايره ديال كلشي، ديال الحومه كامله. جيو للمدينه القديمه وسولوا على الام ميمينه، هما غادي يقولوا لكم شكون هي. انا كنفتخر بها وكنعاود نقولها، الام ديالي الحمد لله انسانه طيبه وشريفه، ومني كانت كتهضر قاصحه ماشي كانت كتكلم قاصحه، الحرقه اللي خلاتها تتكلم بديك الطريقه. اي واحد فيكم عنده الام ديالو، واي واحد فيكم عنده الاخوه ديالو، شوفوا هادشي اللي داز عليهم، وهذا الشيء راه غير قليل القليل من هادشي اللي تنقول لكم. انا ما بغيناش نكثروا هذا الموضوع، راه حسينا بالناس تقلنا عليهم بزاف، ما بغيناش ندخلوا في هذا قال قلتي، ولكن راه تتحرجوا باش نردوا على هذيك الام، الام اللي ضحات على قبلنا لا غير. سمحوا لينا، وكنشكر الناس، نعاود نقولها ونقولها، الناس لا المقربين لا اللي تعرفنا ولا اللي ما تعرفناش، ولكن اللي تتكلموا بالمبادئ والاخلاق والكرامه، اللي عارفين الرسوم. هادشي اللي تنقولوه حنا حاسينو معانا من بعيد، وكيجوني الحمد لله اتصالات، هادشي اللي تيخليني انني نفتخر بانني انا عندي ام صالحه، الام اللي تدير الثقه في اي واحد وبعض الناس كيغدروها. غنخليو لهم قالت واحد الكلمه زوينه هي باش غنختم، قالت غنخليو لكم الله المحكمه العليا، المحكمه العليا هي اللي غادي تخلص فهذوك الناس، لان يعني دوك الناس كيحلفوا بالقران ويكذبوا. حسبي الله ونعم الوكيل، شكرا جزيلا لكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.